الجملة الاسمية تقديم الخبر على المبتدأ. أتذكر، الخبر هو المكون الأساسي الثاني في الجملة الاسمية وحكمه الرفع. يرد الخبر مفردة أو مركبا. أنواع الخبر المفردة: اسم فاعل، هو ناشط. اسم مفعول، أنت معروف. صفة مشبهة، أنا فرح. اسم جامد، هذا قلم. اسم علم، هذه ليلى. الأسماء الخمسة، هو ذو علم. اسم إشارة، هي هذه. ضمير، المنتصر أنا. فعل، التلميذ مرض. أنواع الخبر مركبا: نعت ومنعوت، هذه فتاة ذكية. مضاف ومضاف إليه، هذا ابن عمي. معطوف ومعطوف عليه، هذان هما سامي وقيس. جار ومجرور، المدير في الساحة. موصول وصلته، الأفضل من يفوز. جملة فعلية، الملاكم سدد بدقة. جملة اسمية، الصداقة حب ووفاء. أتعلم. إذا ورد المبتدأ معرفا جاء قبل الخبر، وإذا ورد المبتدأ نكرة يكون بعد الخبر. مثال ذلك: العصفور في القفص. في القفص عصفور. من أهم حالات تقديم الخبر على المبتدأ: 1- إذا كان جارا ومجرورا وكان المبتدأ نكرة. مثال ذلك: في الإعادة إفادة. 2- إذا كان ظرفا مضافا ومضافا إليه وكان المبتدأ نكرة. مثال ذلك: فوق الطاولة كتاب. أضيف إلى معلوماتي: كما يتقدم الخبر على المبتدأ إذا كان، يعود عليه ضمير متصل بمبتدأ، في المغارة صاحبها. المبتدأ محصورا، لا إله إلا الله. المبتدأ جملة، عندي أنت فائز. اسم إشارة، هنا تونس. اسم استفهام، أين أنت؟ التمرين الأول، أربط بما يناسب للحصول على جملة اسمية: النخلة، الجمل، هذا الطفل، الربيع. حيوان صبور، فصل جميل، شجرة عالية، رسام بارع. الإجابة: النخلة شجرة عالية. الجمل حيوان صبور. هذا الطفل رسام بارع. الربيع فصل جميل. التمرين الثاني، أجعل المبتدأ نكرة بحذف ال، وأجعل الخبر مقدما: العمامة فوق رأس الرجل العالم، الحذاء تحت الخزانة، الكبوة لكل جواد والهفوة لكل عالم، الإفادة في الإعادة. الإجابة: العمامة فوق رأس الرجل العالم، فوق رأس الرجل العالم عمامة، الحذاء تحت الخزانة، تحت الخزانة حذاء، الكبوة لكل جواد والهفوة لكل عالم، لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. الإفادة في الإعادة، في الإعادة إفادة. التمرين الثالث، أكمل الفراغ بخبر مناسب: في المكتبة، أمام العمارة، في الشاحنة، عندي، في المستشفى. طبيب ماهر، مزرعة، سائقها، شرطي، أخوك.
الإجابة: في المستشفى طبيب ماهر. عندي: مزرعة. في الشاحنة: سائقها. أمام العمارة: شرطي. في المكتبة: أخوك. التمرين الرابع: دل على المبتدأ والخبر بجعل سطر تحت المبتدأ وجعل الخبر بين قوسين. في الدار ضيوف. في حقيبة الخياط نسيج مختلف. أمام بيتنا أشجار. عن يميني أعز أصدقائي. في التأني سلامة، وفي العجلة ندامة. الإجابة: في الدار ضيوف. في حقيبة الخياط نسيج مختلف. أمام بيتنا أشجار. عن يميني أعز أصدقائي. في التأني سلامة، وفي العجلة ندامة.